يا سلامي سلامي سوق الشعر لك يا ابو علي، من دواعي المحبة والصدقة نظمت اجمل قصيدة، قلت اسلم عليك وقلت اقدم لشخصك الاعتذار. بعد ذلك عساك بخير والحمد لله عالسلامة، الله يتوجك بالصحة والعافية في كل حين، واعتذر عن غيابي وقت يلزم على الصاحب حضوره، والله واللي خلق ما كان عندي خبر عما جرى، ولا ماني بمعتاده جرس حيب ولا قطعه، ولا ماني بمعتاده جرس حيب ولا قطعه.